نعمل دلوقتي سلطة الجمبري بالبلسمك. المكونات: فلفل ألوان، فلفل حار أخضر، جزر، بلسمك أو خل بلسمك، ثوم، جمبري وسط، وجرجير. أحط طاسة على النار وأسوي الجمبري، يعني لو في زيت زيتون يبقى ماشي لأنه ما بيلحقش يسخن والجمبري بيستوي بسرعة. وابتدي اقطع الايه الفلفل ادي هنا كده، طلع الايه البذر ده، الحته اللي بتنبت منه، البذر ده بس مشكلته انه بيوجع البطن، يعني بيخلي القولون يبقى متعصب. اقطع كده، وطبعا الزيت اللي على النار ده مش عايزين ننساه علشان لسه، خلي واحده كده اول لما هيسخن هيبول. ممكن نزوق بدي. هنعمل بقى المره دي او النهارده هعمل دريسنج مختلف، او هعمل الدريسنج بتاع السلطه مختلف. كل مره بنحط زيت وملح وبنزود كل حاجه، المره دي هنحط شويه زيت زيتون وشويه من الايه من البلسمك. فلفل حار، والخيار حاول برضو بالجنب كده، الجزر اليومين دول مسكر بطريقة غير طبيعية، انا طول النهار ماشي عمال باكل في جزر. المفروض ان انت كده سخن الزيت ده، لازم يبقى سخن. تمام، يعني كل مرة بعمل الدريسنج بتاع السلطة توم وزيت وملح وفلفل وليمون، المرة دي مش هنعمل كده خالص، هو البلسمك وزيت الزيتون وشوية صغيرين من الملح. توم، وهاخد فص التوم التاني هحطه مع السلطة ني زي ما هو بس اقطعه رفيع. حضراتكم اكيد عارفين فوائد التوم، يعني دكاترة كتير بتنصح ان احنا ناكل توم الصبح على الريق، بس لازم بيتشرط كده علشان يبقى سهل على المعدة انها تهضمه. طبعا ده اللي ما عندوش مشاكل في القولون، اللي عنده مشاكل في القولون مفيش الكلام ده خالص. فلفل اسود، هقلبهم واحدة واحدة. لذيذ قوي الجمبري، ما بياخدش وقت خالص في السوى، يعني مريح وسهل لما يكون عندي حد في البيت وعايز ياكل بسرعة. يعني كل مثلا بياخد وقت هو الرز او المكرونة او الحاجة اللي بتاخد يعني وقت على النار. ناخد الجرجير، مش عايز احط كل ده حمل الطبق قوي. برضو حاجه من الحاجات اللي عايز اقول لحضراتكم عليها، ما تملوش الطبق قوي على الاخر، لما الطبق بيتملي على الاخر والحاجه بتبقى طالعه منه بيبقى شكله مش مظبوط قوي، فخلوه دايما يبقى الطبق محتوي كل اللي جواه عشان يبقى شكله كويس. ده برضو زياده، هناخد الحمرة بس. يبقى احنا قلنا هنعمل دريسنج المرة دي مختلف شوية، اللي هو خل البلسمك والحبة اللي فاضلين هرشهم عليها من فوق. هاخد الجمبري بالصويا صوص، اسف، بالبلسمك زي ما هو بالزيت اللي فيه، وهحطه هنا كده، والثوم كمان خليها هنا، دي شكلها حلو خليها كده، وبعدين اخر شويه من الخل البلسمك وليمون وشبت.